هذه عودة مع أجمل القصص يقدمها لكم مراسلون من بريطانيا، أمريكا وفلسطين. مرحبا بكم. من لندن، دانا دجاني وفرح شمة، فتاتان عربيتان تشقان طريقهما نحو العالمية. من أمريكا، مهرجان عرض الأسياد ينقل لوحات فنية من خلال عرض مسرحي. من فلسطين، متحف المنطار يقاوم مخاطر طمس الهوية بقطع أثرية تروي تاريخ البلد. Spoken Word هو فن إلقاء الشعر الزجلي باللغة الإنجليزية على وقع الموسيقى، لكن مع الفنانتين دانا دجاني وفرح شمة أصبح لهذا الفن وقع خاص ممزوج باللغة العربية، ويحمل رسائل مؤيدة لحقوق المرأة والشباب والحفاظ على البيئة. التفاصيل مع ريما مكتبي من بريطانيا. دبي هي مقر إقامة دانا دجاني وفرح شمة، الشابتين الفلسطينيتين اللتين جعلا العالم مسرحا لعروضهما الشعرية المسرحية، أو كما تطلق عليه spoken words، وهو فن إلقاء الشعر الزجلي باللغة الإنجليزية بمصاحبة فرقة موسيقية، فن حديث بدأ في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية وانتشر إلى العالم أجمع بصور وصيغ مختلفة، جميعها تدور حول الشعر كلغة والقدرة على استخدام المعاني المختلفة لنفس الكلمة أو الوزن من أجل رسم صور فنية معبرة عن الواقع. أنا فرح، انولدت في الإمارات، كبرت هناك، درست هناك، اكتشفت أني بكتب وأنا عمري 12 سنة، تعرفت على جروب اسمه Poetitions بدبي، هند شوفاني هي اللي دايرة هذا الجروب، رحت ألقيت معهم أول قصيدة بحياتي وأنا عمري 16، ومن يومها صار في سنوبول إفكت وصارت هاي حياتي نوعا ما يعني. فقررت قبل سنة أني أبلش أدرس performance في Goldsmiths هون في لندن عشان أقدر أركز وأرسخ شوي من وقتي لهذا الفن بكل أشكاله. فبلشت معي شعر وspoken word، بس اكتشفت انه المسرح مش بعيد ابدا، وانه هو performance، هو اداء، وصرت اشوف اي اداء، يعني اي اداء فيه كلمات بيقدر يكون spoken word، فبطلت احسه محدود يعني. فن spoken words هو بالأصل أحد فنون الشارع، تطور من ثقافة الهيب هوب وموسيقى الجاز الأمريكية وأصبح له الملايين من الجماهير الوفية، وهو بالأصل يعتمد على اللغة الإنجليزية كوسيلة لإيصال المعنى، ولكن فرح قررت أن تصبغ هذا النوع من الفنون بصبغة عربية فطورته ليصبح محتوى عروضها بلغة الضاد، حتى وإن أخرجها ذلك من تصنيف مؤدية الشعر spoken words. أنا بطلع المسرح بحكي قصص، هلأ بتطلع مع قافية بدون قافية، بالعربي بالإنجليزي بالفرنسي، بتطلع مع موسيقى أو بدون، صار عندي أنا خلص تصنيف بكفي، بس يكون عنا منصة نحكي، هي هاي بالنسبة إلي، وندرك إنه نحنا لما نقول أنا spoken word artist حيكون عنا يعني الكلمة spoken word مبين إنه جاي من ثقافة باللغة الإنجليزية، فنحن حنحس حالنا حنكتب بالإنجليزي. هلأ صرت أحس إنه لا، حابة أعبر عن حالي بالعربي وما أسمي، مش شرط أسمي spoken word حتى. دانا دجاني جعلت الإنجليزية لغتها الأساسية في التعبير، تعتبرها جسر عبور ووسيلة تأثير تنشر عبرها أفكارها وفنها لأكبر عدد من الناس ومتذوقي الفن والكلمة. English is a universal language.
from English, some of my work has been translated into German or other languages, Spanish, Arabic. And I feel like slowly الجمهور العربية عم تتثقف in the sense of poetry. To go and listen to some poetry, like a poetry recital, isn't a very Jordanian thing to do. Isn't a very maybe Egyptian thing to do, yeah? But slowly it is becoming. So I feel like I'm reaching wider audiences with poetry in English. And also this is the language I was educated in. This is the language that I broaden my horizons in. And this is the language that I am able to paint with. So I feel freedom to do so. Carbon copy beauty queen mannequins pumped out. قصائد دانا جريئة تحمل رسائل واضحة ومباشرة سواء كانت سياسية أم اجتماعية، مما يجعل بعض منتقديها يصفونها بالعنيفة والصادمة. تتبنى دائما مواقف مناصرة للمرأة والشباب والطبيعة. So sometimes the messages are hidden, sometimes the messages are a bit more blatant. And I feel like as the years have gone on, I felt a bit more bold and empowered to be more obvious with my messages, because I feel like that's the role of the poet in society, is to reflect upon social issues and bring them to the surface so that we can as a community address them and all acknowledge together. شابتان عربيتان تحتفي بهما الأوساط الثقافية والفنية الأوروبية، يحملان الثقافة العربية ويكشفان عن قدرتها على الإبداع حتى في خارج المجتمع العربي وبيئته الحاضنة. فرح ودانا نموذج للجيل الجديد من الفنانين العرب الذي يعمل على تطوير الثقافة والفن العربي لينافس عالمياً. استضاف لاغونا بيتش في كاليفورنيا مهرجاناً بعنوان عرض الأسياد، وهو بات تقليداً إبداعياً متبعاً منذ 86 عاماً. يتضمن المهرجان لوحات فنية تتجسد في عرض مسرحي. رف بوغسيان كان هناك وعاد بهذا التقرير. أكثر من 1200 متطوع يمضون تقريباً 60,000 ساعة في التحضير للمهرجان السنوي، بحيث تتم إعادة إحياء لوحات فنية لرسامين قدامى منهم ليناردو دافنشي ويوهانيس فيرمر. Many people who sit in the audience who come to see the show, at first they can't believe there are real people in these living pictures. And all the people in the pictures are living human beings. There are volunteer cast members and they love being in the pageant. They love dressing up, putting makeup and costume on, and you'll probably see some of that tonight. Well, it's a 90-minute entertainment this evening. There's more than just the living pictures. There's a full orchestra in the pit, 28 professional musicians. We have a live narrator who's a famous actor here in Southern California, Richard Doyle. He will be narrating the story. And we have live action. We even have a little dog in the show. There are many special effects. We have a UFO, we have lasers, we have a time machine. There are a lot of props in this show and lots of special effects. استوحى القيمون على العرض عنوانه من الكاتب الإنجليزي هربرت ويلز، وتحديداً رواياته التي صدرت عام 1895 بعنوان آلة الزمن، ومنه انتقلوا إلى مجموعة فنانين أعادوا خلق مشاهد بين الماضي والمستقبل. Many living pictures in this show, you'll see as many as 39 of them. Some are paintings, some are sculptures, some people are fully clothed, some people are partially clothed, just like a bronze sculpture. So they'll see all kinds of art, and in every piece of art, there are real people.
If you come to the show and let's say you want to be a living picture, you want to join up for our show, we have a casting call in January and we have lots of people come in who want to volunteer. We measure them, we see how tall they are, what they look like, and then we cast them in a living picture. Now when they're on stage, they only have to hold still for 90 seconds. يستمر العرض حوالي ساعة واربعين دقيقة وتسند مهمة تصميم وبناء المواقع لمخرج تقني فيتم وضع المتطوعين على عربات لإخراجهم بسرعة الكافية عن المسرح وإفساح المجال لآخرين بالدخول. This is a theatrical experience. We reproduce works of art on stage with real people. It's called Living Pictures or Tableau Vivant, and we have over 100 people posing in these works of art, and that makes up our show every single night here in the summer. على جميع المشاركين في العرض أن يرتدوا الأزياء المناسبة ويتم الرسم عليهم بشكل مثالي كما هي حال اللوحة الأصلية، وعليهم أن يضعوا المكياج لتفتح بعدها الستائر وتسلط الأضواء على لحظة ساحرة. You might think that the show is very static, it might seem very slow with people holding still for 90 seconds, but I can assure you the show with music and storyline, it flows very well and it's a very entertaining evening. We hope that it's also educational. Yay! I think perhaps the biggest challenge is getting everybody ready on time and getting them to their places and making sure everything looks just right so the audience never knows how complicated it really is. تتراوح أسعار البطاقات من 50 إلى 200 دولار ويتطلب الأمر الكثير من الوقت للتحضير والمشاركة في عرض الأسياد بحيث قد يستغرق كل فرد 20 دقيقة وصولا إلى حوالي الساعة. متحف المنطار من فلسطين بعد الفاصل. بعدما خرج أول أسير فلسطيني بسام بدران من المعتقل قرر تكريس حياته للحفاظ على هوية بلده، أسس متحفاً فوق جبل المنطار غرب طول كرم ووضع فيه أكثر من 3600 قطعة أثرية جمعها من مدن وقرى فلسطينية. خالد قاسم زار المتحف ونقل مشاهداته. أبو جيفارا ينهمك في الشرح وكأنه يحارب، كيف لا وهو أول أسير فلسطيني. بسام بدران أسس متحفا من 3600 قطعة أثرية ليقاوم من خلاله الاحتلال والاستيطان بطريقته الخاصة. أنا من خلال جمع التراث بدي أثبت إنه الشعب الفلسطيني عاش وما زال وسيعيش على هاي الأرض. اثنين، أنا بدي أثبت للشعب الفلسطيني والشعب العربي إنه التراث مش حتى فستان مطرز. التراث هو السلوك اليومي للإنسان الفلسطيني على أرضه، هي ذاكرة تقاوم النسيان. فمنشان هيك أنا قدرت من سنة 1972 إني أجمع القطعة والمعلومة. مراحل تطور البشرية مرتبة في متحف المنطار من الإنارة إلى وسائل النقل والتعليم والموسيقى والعمارة. مرحلة الإضاءة هون كانت هاي مرحلة الكاز، وكل كنديل أو سراج هو بدل على الوضع الاجتماعي تبع العائلة الفلسطينية، وهذا اللي هو كانت المرأة ما تتزوج اللي كانت شمعدان اسمه اللي كانت تاخده. وهنا في طبعا شركة كهرباء فلسطين، لكن قبل الكهرباء كانت تنضوى شوارع القدس بهذا القديل اللي على الكاز اللي هو هذا هو.
في شوارع القدس القديمة. طبعاً هاي الإضاءة اللي كانت خارج البيت هاي داخل البيت، وهذه هي أول إشارة ضوئية للقطار الحجازي اللي كان يمر من فلسطين، فكانت تشعل على الكاز أو الزيت، فكانوا يأشروا القطار بالليل بالتوقف وما يأمروا بالمغادرة. طبعاً في النهار كان علم أحمر وعلم أخضر، وما يخلص كان يطفيها. فهي أول إشارة ضوئية للقطار. الزي الفلسطيني حاضر بامتياز في متحف المنطار غرب طول كرم، ونوع الإنارة في المنازل يدل على مستوى ساكني المنزل الاجتماعي، لكن المشهد العام يؤكد أن الفلسطيني عاش فوق هذه الأرض حتى قبل التاريخ. أبو جبارة، يعني للي بيزوروك هون بالمتحف، كيف بتثبت لهم أنه الفلسطينيين موجودين قبل اليهود على هاي الأرض؟ يعني بجوز هاي الهوية بتثبت اللي هاي مكتوب عليها Government of Palestine Identity Card، اللي هي هوية. هاي الهوية صدرت سنة 1942 لوحدة يهودية اسمها ليدرمان. فإحنا اللي كنا نصدر الهويات لليهود، زي السمرة اليوم اللي في نابلس يأخذ الهوية الفلسطينية. كانوا اليهود يأخذوا هوية فلسطينية. هوية فلسطينية. هاي هوية حقيقية هاي؟ هاي هوية حقيقية. على ارتفاع 400 متر فوق سطح البحر أقيم هذا المتحف الذي بات مع الوقت منتجعاً يستجم فيه الناظرون والمهتمون بالتراث الفلسطيني كحكاية شعب لا كزي وأغاني. المتحف هو المنتجع فوق جبل المنطار، حيث إن للمكان من اسمه نصيباً. نصف فلسطين التاريخية مكشوفة من هنا، فقد كان ظهر هذا الجبل مركزاً للنواطير. هي المنطار من ناطور ينطر المكان. من هنا بتقدر تشوف نابلس بعمق شرقة، وغربة بتقدر تشوف السهل الساحلي الفلسطيني من حيفا ليافا والبحر. في الأيام الصافية بتقدر تشوف السفينة في البحر. وينطر الطريق المؤدي لدخول الضفة الغربية، وينطر الطريق سكت القطار الحجازي اللي كانت تمر من طول كرم. منذ عام 72 من القرن الماضي أخذ بسام بدران وزوجته على عاتقهما جمع الموروثات الشعبية الفلسطينية من المدن والقرى الفلسطينية كي لا يسرق التاريخ كما سرقت الأرض. هاي قطعة من سور برلين. إما انهار سور برلين كنت في ألمانيا وبعوني إياه $10. تذكار لسور كان يقسم العالم في الحرب الباردة قسمين. أنا في بلدي أقيم جدار فصل عنصري، والجرافات الإسرائيلية اقتلعت هذا الزيتون وجزء منه من أرضي، فما حبيتش تنحرك وترتمى. فأنا كأشهر مصمم أزياء صممت هاي الكراسي لأذكر العالم بإقامة سور عنصري جديد في فلسطين. المتحف مبني من حجارة قديمة تم جمعها من مخلفات البيوت القديمة المهدمة، أعيد بناؤها بالشكل القديم لتحافظ على وحي المكان الذي يضم بين جدرانه ما لا يتسع الوقت لذكره فقط، لكن لكل قطعة هنا حكاية تفيض منها رائحة التاريخ الفلسطيني. من بريطانيا، أمريكا وفلسطين كانت محطات فنا لهذا اليوم. تحيات فريق العمل، ومني أنا مها عبد الله، نلتقيكم الأسبوع المقبل.